السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور سامر الطويل، أخصائي جراحة المسالك البولية والجهاز التناسلي. إذا كان عندكم أي مشاكل في الجهاز البولي أو التناسلي، مثل حصول كلى، سرطانات الجهاز البولي مثل سرطانات الكلى، سرطان البروستات أو المثانة، وأمراض العقم عند الرجال، ندعوكم إلى استشارتنا في مستشفى زليخة الشارقة. شكراً. Discover the ultimate healthcare experience.